جامعة المسيح لدينا مشروع ما نسميه في إطار الذكاء الاصطناعي بالممرضة الذكية. الممرضة الذكية وهو عبارة عن برنامج من الذكاء الاصطناعي يمكن مستغلي هذا العمل من أطباء ومن قائمين على مستوى المؤسسات الاستشفائية أن يراقبوا المرضى عن بعد، وهذه تعتبر في المهن المستقبلية، وهذا ما نسعى إليه في جامعة المسيلة، وهو أن نعطي الأولوية للتكوين في المهن المستقبلية. من المستقبلية هي مهن سيخضع لها العالم بعد 10 سنوات على أكثر التقدير. ملايين من آلاف وحتى ملايين من المهن ستندثر بعد 10 سنوات، وبالتالي يجب أن نحضر أنفسنا إلى هذه المهن وأن نكون في معادلة 3E everything everywhere everyone. من لم يدخل أو يشرك نفسه في هذه المعادلة 3E سيعاني، وبالتالي لا نتمنى ذلك. وفي جامعة المسيلة من بين أهدافنا هو تكوين الطلبة المتخرجين في مهن المستقبل، في إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية حتى يكونون قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي والوطني وكذا الدولي.